مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، تستمر المنافسة على ارضية ميدان التحدي بتواصل اشواط هذه الفترة الصباحية مع هذا الملتقى الجميل والرائع مع سن اللقاية. ننطلق مباشرة مع هذه الشعارات الكبيرة المتواجدة والمنطلقة بعملية البحث عن كلمة الناموس، هذه الكلمة الغالية التي ترفع من معنويات المالك والمضمر، يبحث من أجلها الجميع. كلمة الناموس والمركز الأول هو طموح الجميع. نتواصل مع قيادة هذا الشوط لنرى ونشاهد ثلاثة أسماء على مركز واحد متقدم على مركز الأول، ولكن أرى شعار بن سلامة من بدأ يختطف الصدارة وينطلق بقيادة هذا الشوط مع تقدم شهيل محمد بن علي بن حمد بن سلامة الهاجري. المركز الثاني هذا الشعار الخطير الذي قدم لنا أسماء كبيرة في هذه اليوم مع شعار أبناء سلطنة عمان، وتقدم موفق مع المركز مداوي بالفعل لطالب بن سعيد بن مرزوق العسكري، من انطلق إلى المركز الأول وغير مجريات هذا الشوط ليأتي على المركز الثاني بهذه اللحظات. شاهين حمد بن ناصر بن حمد بن دلموك المري يقدم لنا شعار مدى يتسلل بدوره إلى أول المراكز. وش هالشوط كل شوي متغير اسم مع الصدارة. المركز الثالث أرى تواجد الوسمي ناصر بن محمد بن راشد آل زبدان المري، المركز الرابع، وتابع بهذه اللحظات تواجد وتقدم صفوان لسلطان خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي، والمركز الخامس شهيل محمد بن ناصر بن محمد الجفال النعيمي. هذا هو النداء الأول للأسماء الخمسة المتقدمة يا أبو خالد، ولكن نعود إلى المقدمة، نعود إلى الصدارة، نتحول بالنداء إلى أول المراكز لنشاهد الصدارة والمقدمة مع تقدم صفوان مع دوران الميدان ينطلق بقيادة الأسماء الكبيرة المتواجدة. سلطان بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي يقدم لنا شعاره مع صفوان من يرقص على أرضية هذا الميدان قائدا لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني التواجد من الموفق على ثاني المراكز سعيد بن خالد بن راشد أو طالب بن سعيد بن مرزوق العسكري، يقدم لنا مداوي على المركز الثاني، أتى ليداوي الجروح بانطلاقته مع المركز الثاني. المركز الثالث تقدم ملحوظ من قبل أيضا انطلاقة شهيل محمد بن ناصر بن محمد الجفال النعيب. المركز الرابع نتابع شعار بن الزفنة وصل ليتقدم مع الأسماء المتواجدة والمنطلقة بدائرة الأسماء الخمسة، ليتواصل شعار مسلم بن زهر بن مسلم العامري على ظهر هملول. المركز الخامس تقدم أيضا ملحوظ من قبل شهيل محمد بن ناصر بن محمد بن ناصر الشنجر، والأسماء بدأت تنطلق. شعار الشرقي بدأ يتسلل على المركز الخامس بهذه اللحظات مع تواجد شاهين حمد بن صالح بن جابر الشرقي، يقدم لنا شعاره مع هذا الاسم الجميل من انطلق إلى خامس المراكز ومع طريقه للمراكز المتقدمة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى القيادة، إلى السيطرة، السيطرة التامة على مجريات هذا الشوط. يشاهد مع مقدمة هذا الشوط صفوان لسلطان بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي. وصلوك الجماعي الدرمكي، بدأت تتقارص الأمتار وتزداد القعدان من سرعتها مع هذه الانطلاقة. المركز الثاني شاهين حمد بن صالح بن جابر الشرقي، ليقدم لنا شاهين مع المركز الثاني بانطلاقة الشواهين الجارحة. المركز الثالث التواجد من قبل شاهين حمد بن ناصر بن محمد الجفالي النعيمي على المركز الثالث. المركز الرابع شعار بن الزفنة مع هملول. المركز الخامس شعار الشنجل مع انطلاقة أحد الأسماء القوية شاهين محمد بن ناصر بن محمد الشنجل المري مع المركز الخامس.
بس ومع أيضا هذا السيل الجارف، السيل الجارف الذي يضم الأسماء الكبيرة مع افتتاحية الكيلو متر الأخير. يا كيلو ما بعد كيلو، الله بدأت القعدات، بدأت القعدات تزيد من سرعتها مع رقص الكبار ومع انطلاقة الأسماء الكبيرة. وصفوان ما زال مسيطرا على الصدارة، منطلقا مع المقدمة، مسيطرا على مجريات هذا الشوط. سلطان بن خليفة سالم بن حاسوم الدرمكي ليقدم لنا أيضا صفوان مع الصدارة، ولكن اتحرك شاهين، اتحرك شاهين مع المركز الثاني، مع الشرقي حمد بن صالح، الشرقي المري مع المركز الثاني، المركز الثاني مرحبا بشعار الشاعر انطلق مع ثالث المراكز، تواجد مع تقدم شاهين محمد بن حمد بن سعيد بن مشيط المري مع المركز الثالث. المركز الرابع يصل شعار بن مقارع من واقع الشعار بهذه اللحظات مع انطلاقة احد الاسماء الغوية، ولكن نعود الى الصدارة، نعود الى شاهين من غير مجريات هذا الشوط، انطلق مع الصدارة، غاد الاسماء الكبيرة، انطلق بانطلاقة الكبار حمد بن صالح الشرقي، ولكن وصل بن بشيط. الله يا أبناء الباهية، أبناء دولة الإمارات العربية المتحدة وعاصمة الميادين، تحتفل بشعار بن بشيط مع هذا الناموس الصباحي ومع انطلاقة هذا الشعار، وهو شاهين لمحمد بن حمد بن سعيد بن حمد المري. لك الثانية بن بشيط، المركز الثاني كان الوصول. مشاهدينا الكرام، وصل على المركز الثاني بهذه اللحظات صفوان لسلطان بن خليفة سالم بن حاسوم الدرمكي، المركز الثالث كان الوصول من غيبة شاهين لحمد بن صالح بن جابر الشرقي، وما قصر شاهين المركز الرابع كان الوصول. مشاهدينا الكرام، أو على المركز الرابع بالفعل شاهين لحمد صالح بن جابر الشرقي، المركز الخامس كان الوصول من قبل من يحمل رقم 72. نعتذر عن ماركة لأنه ليس مدون لدينا في كشف التعليق. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، نذهب بحضراتكم إلى التوقيت الزمني ولحظة وصول شاهين على إلى خط النهاية بتوقيت الزمني، وهذا 6 دقائق 33 ثانية 41 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات لحمد بن محمد بن مشيط المري، وكذلك التهاني موصل لأبناء الإمارات. المركز الثاني كان الوصول من قبل ثاني المراكز قابس، توقيت الزمني 6 دقائق 34 25. التهاني والتبريكات لعبد الله بن سالم عبد الله بن دهمان. المركز الثالث كان الوصول من قبل صفوان، توقيت الزمني 6 دقائق 34 36 جزء من الثانية. التهاني والتبريكات نزفها لمالك صفوان من حصل على المركز الثالث، سلطان بن خليفة بن سالم بن حاسوم الدرمكي.